كل سبت. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجنا كل سبت. حلقتنا النهارده هتتناول قضيه خطيره جدا انتشرت في المجتمع المصري، وهي قضيه العنف. العنف اللي زاد بمعدلات غير مسبوقه في المجتمع المصري، ابتداء من تعذيب القطط والكلاب في الشوارع، وانتهاء بقضيه الطفله جانا اللي هزت كل اركان المجتمع، الطفله البريئه اللي عذبتها جدتها عذاب ادى الى الموت. بس خلونا الاول نرحب بضيفنا اللي مشرفنا النهارده في الاستوديو، الاستاذ عيسى ابو عيسى، عضو النقابه العامه لمحاميين مصر. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا استاذ. في الحقيقه انا عايزه اسالك، ايه اسباب انتشار العنف في المجتمع المصري في الفتره الاخيره بالطريقه اللي خضانا كلنا ومخوفانا؟ العنف الاول هو يعني اي سلوك مؤذي للاخرين سواء جسديا او نفسيا، فده يعتبر عنف. تمام. والعنف ده يعني انواع، في اذاء بدني، في اذاء جسدي، في إزاء جنسي. أسباب انتشار العنف في المجتمع في الفترة الأخيرة منها أسباب كتيرة، منها البطالة، منها الجهل، منها التفكك الأسري، منها الحالة الاقتصادية، وبرضه سبب مهم من الأسباب الإعلام. الإعلام أحيانا بيتكلم كويس عن بعض المجرمين. طيب كنت عايز اسال حضرتك، هل القوانين الموجوده دلوقتي في مصر رادعه بما فيه الكفايه؟ يعني هي لو اتطبقت، هل هي في قوانين رادعه لكن لا تطبق بالشكل الجيد، ولو اتطبقت بالشكل الجيد هتمنع العنف في مصر او تقلله، ولا هي اصلا القوانين غير كافيه؟ لا، تطبيق القانون دايما في كل دول العالم هو الحل الوحيد للقضاء على الجريمه. عشان نقضي على الجريمه لازم يكون في عداله ويكون في مساواه. تطبيق القانون يكون على الجميع، يكون الجميع امام القانون متساوون. مفيش سلطة، مفيش حصانة تحمي مجرم، فبالتالي هنلاقي كل المجتمع يبدأ يهتم انه يطبق القانون وانه ينفذ القانون ويلتزم بالقانون. ودايما مشاكلنا في المجتمع المصري في الفترات الأخيرة تحديدا عدم تنفيذ القانون وعدم استخدام القانون والاستهتار بالقانون والتعدي اللي بيتم من بعض الجهات على بعض الأشخاص، غير العنف الأسري، غير أنواع كتيرة من العنف انتشرت في المجتمع المصري، ويعني احنا هنتناقش فيها ان شاء الله. حضرتك شايف ان التشريعات الموجودة هي اوريدي كافية؟ كافية، ولكن التنفيذ وتطبيق القانون، طريقة التطبيق بالظبط. هل محاميين مصر بيتعرضوا للعنف زي باقي طبقات المجتمع؟ هو المحامين جزء من المجتمع المصري، فالعنف انتشر بطريقة بشعة في الفترات الأخيرة، أثرت على المجتمع وروعت المجتمع المصري والأمينين. فالمحامين بطبيعة عملهم واحتكاكهم بالمواطنين واحتكاكهم بكل فئات المجتمع والتعامل مع الجهات الحكومية، ففي مشاكل كتيرة حصلت مع المحامين، وتعرض بعض المحامين للعنف. وطبعا في قصة لسه يعني من يومين في المحلة، فهزت يمكن مصر كلها وأثرت على محامين مصر من أسوان للسلوم، والنقيب المحامين ومجلس النقابة والنقابة الفرعية وكل محامين مصر يد واحدة ضد هذا التعدي الذي تم. تمام. أنا كنت عايزة أستطرق لهذه القضية تحديدا لأن هي قضية رأي عام وهزت الرأي العام المصري، وهي قضية المحامي أستاذ أحمد علوان وحضرة الضابط الشبراوي. حضرتك ممكن تحكي لنا تفاصيل الواقعة ابتدت إزاي؟ والله هو التفاصيل يعني غريبة، وتفاصيل يعني أمر مش طبيعي. يعني محامي واقف على ناصية الشارع بتاعهم منتظر زوجته وأبنائه عشان هياخدهم وهيتحرك بيهم، بين كان في تكريم، فوجئ بأمين شرطة يعني بيقول له اتفضل من هنا. قال له طب أنا محامي ومنتظر زوجتي جاية هي والأولاد بس، وماشي على طول. قال له يعني إيه محامي؟ قال أنا بقول لك محامي، إيه المشكلة، أنا منتظر أولادي مش هتأخر. كان في ضابط موجود يدعى عبد الرحمن الشبراوي، ما عجبهوش الحوار او هو متابع الحوار، فتدخل وذهب الى المحامي ونهر المحامي وتعامل مع المحامي بطريقه غير لائقه. فالمحامي يعني رد عليه قال له حضرتك بتتكلم كده ليه؟ انا محامي وواقف مستني اولادي. راح الضابط شاتم المحامي، فالمحامي بيقول له عيب كده يعني يا استاذ، ما ينفعش، انت بتكلم محامي ومحامي كبير، طب اكلم لك حد من الضباط اللي اكبر منك، انا اعرفهم، انا هنا من المحله وحضرتك مثلا شكلك جديد. راح شاتم برضه المحامي، وشاتم قال له اللي هتتصل عليه هشتمه،
وراح المحامي باين رد عليه يعني مشادة حضرت مشادة. الضابط برضه متهور وباسلوب غريب. دي روايه المحاميين، احنا لازم نكون مع الطرفين علشان وروايه ما تم في التحقيقات في النيابه، والنيابه اكدت كلام المحامي وحبست المتهم الضابط 4 ايام على ذمه التحقيقات لما بدر منه من تصرفات تعد جنايه، يعني استخدام القسوه والنفوذ والقوه مع القبض والاحتجاز بدون سند قانوني. هو حضرتك ينفع في أي دولة في العالم أو حتى في مصر القانون ما فيهوش ضرب، ما فيش منفذ القانون ما يحقش ليه استخدام إيديه أو استخدام السلاح أو استخدام القوة ضد المواطن المصري، فما بالك محامي ومحامي ناقد ومحامي مشتغل يعني يعرف حقوقه ويعرفه بنفسه، والموضوع ما فيش حاجة تستدعي الضرب. ده لو مجرم وقاتل مش من حقك كضابط بتنفذ القانون إنك تضربه ولا تعذبه، ده الضرب والتعذيب جناية ومن الجنايات اللي مش بتسقط بالتقادم في حق المواطن. فلا، ده اللي حصل ده شيء بشع. اللي حصل ده نقيب المحامين وكل مجلس النقابة وكل محامين مصر من اسكندرية لأسوان غضبانين. فأنا برضو بحذر وبقول احذروا غضبة المحامين، احذروا غضبة المحامين. المحاماة خط أحمر، المحامون خط أحمر. احنا بنتعامل بالقانون وبنحترم الجميع وعلى الجميع احترام المحامين، لاننا بنتعامل بالقانون والقانون فوق الجميع. اكيد طبعا استاذ النائب العام اخذ اجراءات وافيه في هذا الموضوع، ولكن برضو في قاعده قانونيه بتقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته. بالظبط. فطبعا حضرتك واخد صف المحامين، لان طبعا زملاء وحضرتك عضو مجلس نقابه ولازم تدافع عن حقوق زملائك. لا يعني انا بدافع عن حقوق زملائي لان انا محامي، لكن برضو الضباط انا اخويا اللي هو شرطه، فانا مش ضد الداخليه ولا مش ضد امن بلدي، بالعكس احنا بعد ثوره يناير المحامين الوحيدين اللي تحملوا تبعات الثوره، المحامين الوحيدين اللي حطينا ايدينا في ايد الداخليه وقلنا لهم ارجعوا وقلنا لهم احنا معاكم وقلنا لهم مصر محتاجاكم عشان يشتغل بالقانون، عشان يحمي المواطن مش يهدد المواطن ولا يشتم المواطن ولا يضرب المواطن بدون يعني القانون حدد حتى في حالات القبض على المتهمين او المجرمين او معتاد الاجرام، يعني حتى لو كان مجرم خطير التعامل معاه يتم القبض عليه وتكلبشه وتعمل اجراءاتك القانونيه بدون ضرب بدون تعذيب، ويبعته للنيابه والنيابه تدي قرارها، وبعد كده في محكمه، وبعد المحكمه لو حكم عليه بحكم نهائي بينفذ الحكم ده في السجن ويودع احد السجون العموميه. مفيش حاجه اسمها انا مدي ايدي على مواطن. أكيد طبعا. فما بالك أنا أتعامل مع محامي واقف، يا سيدي نفترض إن المحامي ده واقف في الممنوع، الإجراء القانوني اللي تعمله معاه إيه؟ الإجراء القانوني أحرر مخالفة. بالظبط. إيه اللي وصل للاحتكاك؟ ولو وصلنا للاحتكاك وحصل تجاوز في الألفاظ من المتهم الضابط والمحامي رد عليه مثلا الألفاظ، يبقى التعامل بالطبنجة وأضربه بيها والتعامل بالإيد والقوة اللي معايا، لا طبعا دي جناية، وجناية عقوبتها مشددة، وإن شاء الله هناخد حق زميلنا، وبنطمن محامين مصر كلنا يد واحدة من اسكندرية لأسوان. الواقعة المرة دي مش هتعدي ولا هتمر مرور الكرام، لأن المحامي محامي كبير، محامي ناقد متمسك بحقه، محامي راجل، محامي شجاع، محامي يتحلى بالصبر لأنه محامي مهني مشتغل، وإحنا كلنا مع زميلنا ونقابة المحامين كلها بقيادة النقيب سامح عاشور جاهزين في هذا الموقف لأخذ حقنا، وإن شاء الله تكون برضو بداية تعامل طيب بيننا وبين الداخلية، لأنه موقف وزير الداخلية كان موقف محترم جدا بإيقاف الضابط فورا والتحقيق معه، والنيابة أمرت بضبط وإحضار الضابط وتم حضور الضابط وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهم القبض والاحتجاز بدون وجه حق وبدون سند قانوني واستخدام القسوة والقوة والنفوذ. وطبعا موقف عادي الموضوع من وزير الداخلية، ولكن هم برضو زملاء الضابط بيحتاجوا ان هم ازاي توقف عن العمل قبل ما التحقيقات تنتهي وقبل ما تحصل إدانة كاملة ليه. وحضرتك كمان من ضمن الحاجات المهمة ردا على زملائه مع احترامنا ليهم، لو كانوا بيعلموهم
في كلية الشرطة التعامل مع المواطن بالإيد، فهم أنا بتكلم مع شباب الضباط بمصر، فأنتوا كده بتتظلموا، أنتوا كده هتشيلوا تبعات كتيرة. إلا شباب المجتمع الضباط هيشكرك. يا ريت يا ريت تتعاملوا بالقانون، لأنه تعاملكم بالإيد هيتم الرد عليه بالإيد، وده إحنا ما بنحبهوش. إحنا نتمنى التعامل بالقانون. لازم تتعامل بالقانون حفاظا على مستقبلك، حفاظا على نفسك، حفاظا على أسرتك، ومن أجل إرساء قواعد العدالة في مصر، ومن أجل ثواني 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 استاذ عيسى، طبعا احنا هنا لازم انا اخد مكان الطرف الاخر. اتفضل. حضرتك دلوقتي بتتكلم طبعا عن حقوق المحامين على راسنا وعلى راس المجتمع، وبرضه حقوق الضباط وكل جهات المجتمع المصري. اتكلم على حقوق المواطن بصفة عامة، من ضمنهم المحامي كفصيل او كمجموعة من ضمن المجتمع المصري. بالظبط، بس هو دلوقتي الموضوع في ايد النيابة العامة، والمفروض ان الموضوع سير التحقيقات، فايه طبعا احنا دولة قانون، دولة مؤسسات، فلازم نسيب الإجراءات القانونية تمشي في محلها. نقطة مهمة، إنه اللي حرر المحضر بالواقعة رئيس مباحث القسم اللي تابع ليه الضابط، يعني عند حضور الضابط مع الزميل المحامي. بالظبط، يعني الداخلية دلوقتي هي اللي خدت الإجراءات. الداخلية بدأت الإجراءات، ودي بداية محترمة وتصرف محترم من رئيس المباحث، أخلى مسؤوليته، لأنه رئيس المباحث هو المسؤول عن الضابط، لانه ده ضابط مباحث معاه في نفس الاسم. فهو تصرف محترم، ووزير الداخليه تصرف محترم، ونتمنى ان التحقيقات تسير بطريقه اكيد طبعا عادلة. هي اكيد طبعا العداله المصريه مشهود لها من الجميع، وهو اكيد دلوقتي في ايد عادله هتتولى اجراءات التحقيق، النيابه العامه باذن الله. طيب احنا دلوقتي برضو في المجتمع المصري بنشوف نماذج سيئه جدا للعنف، زي قصه الطفله جنى وجدتها اللي عذبتها وعذاب افضل الى الموت. يعني كنت عايز اسال حضرتك في الموضوع ده، هو دلوقتي المفروض ان جدتها خلاص تتحول للمحاكمه، التكييف القانوني للقضيه ده هيبقى عامل ازاي؟ لان الناس كلها بتتكلم وفي لغط كتير في الموضوع ده. التكييف القانوني هنا في حاله الطفله جنى دي جريمه من ابشع الجرائم اللي بترتكب في تاريخ البشريه، لانها تمت على طفله لا تتعدى سن ال5 سنوات، من صله رحم قريبه جدا، وهي الجده، الجده لامها، عذبتها، ضربتها، عذبتها بآلات حادة، وكان عندها كسور وحصل لها غرغرينة، ودخلت المستشفى وتوفت متأثرة بالتعذيب. فهنا الجريمة متوفرة، جريمة قتل العمد واستخدام أدوات تؤدي إلى القتل وتؤدي إلى الوفاة واستمرار استخدام تلك الأدوات، فهنا جريمة قتل عمد وتصل عقوبتها للإعدام. وبرضه يعني حاجة كويسة الحمد لله، إنه يعني إنه العقاب هيكون سريع، لأنه تمت إحالة الجدة المتهمة بقتل حفيدتها إلى محكمة الجنايات، وتحددت لها الدائرة السادسة جنايات بالمنصورة يوم الاثنين القادم، محاكمة عاجلة إن شاء الله، ويتم القصاص منها للردع العام والردع الخاص بالمجتمع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طبعا كل المجتمع المصري اتهز من هذه الجريمة، وكله طالب بسرعة القصاص. والحقيقة من المميزات القليلة في هذه الجريمة إنها خلت المجتمع المصري ينتبه وياخد باله إن أنا يعني أشكال العنف في حياتنا بقت غير طبيعية، يعني بقينا نتفاجئ بحاجات عمرنا ما كنا بنسمع عنها قبل كده. بنشكر منظمات المجتمع المدني، وبنشكر فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر، لأن هو تبنى أختها الطفلة أماني، ان هي عشان ما تعانيش من نفس الظروف، لانها طبعا اتعرضت لازمات نفسيه كتيره بسبب اللي كانت التعذيب اللي بتعذبه واللي كان اختها بتتعذبه قدام عينيها، فهو تكفل برعايتها مشكورا. وكمان منظمات المجتمع المدني تكفلت برعايتها نفسيا وصحيا، لانها طبعا بتمر بازمه نفسيه رهيبه. ارجع لحضرتك دلوقتي، وكنت عايزه اسال الناس اللي بتبقى ماشيه في الشوارع ونلاقيهم ماسكين كلاب مفترسة وحيوانات متوحشة ويروعوا بيهم الأمنين اللي ماشيين في الشارع، ده ليهم عقاب في القانون؟ طبعا، لأنه الترويع ده بيوصل لحد البلطجة. أوكي. والبلطجة معانا اتصال تليفوني، معلش بسال حضرتك. أستاذ ناجي ده محامي من الشرقية، أستاذ ناجي محمود الحيلة، ده عنده مشكلة برضه هيعرضها علينا دلوقتي، اتفضل أستاذ ناجي. السلام عليكم. عليكم السلام، برحب بحضرتك وعايز اسالك ايه مشكلتك؟ تحيات
استاذ عيسى وتحيات حضرتك والاستاذ المشاهدين. اهلا بيك اهلا بيك. المشكله ان في ناس جيراننا حاولوا يعتدوا على دار اخر ليهم، وحاولت ابعد اعد المشكله وابعد الناس دول عن الدار ده، فوجئت بيهم ان هم بيرموا عليا بنزين. حصل اللي حصل وطبعا تم القبض عليهم وهم الان دلوقتي في السجن وكده. طيب حضرتك في صور للواقعة دي؟ ايوه. طيب احنا هنعرضها ان شاء الله في خلال الحلقه عشان الناس تشوف. ايوه ممكن الاعداد نعرض الصور. ايوه بالظبط كده استاذ عيسى اتفضل. يعني ده معلش يا استاذ ناجي احكي ايه الموضوع؟ هو في مشاكل بين العيله ديت والولد اللي حاولت ابعدهم عنه قديمه، يعني بقى لها حوالي 4 شهور أو 5 شهور. تمام. طبعا هم هددوه كذا مره وعملوا مشاكل معاه على عدد من الايام، وبعدين فوجئنا ثالث يوم العيد الساعه 2:30 فجرا ان هم داخلين عليه، وطبعا كلهم عاوزين يضربوه. فحاولت يعني ابعد الخطر عن الولد باي شكل، فما كان منهم اللي هم ضربوني انا، يعني رموا عليا بنزين. ضربوك ازاي يا استاذ ناجي؟ ضربوك بايه؟ رموا عليا بنزين. رموا عليك ايه؟ بنزين. ممكن بس اسال الاستاذ ناجي، هو حضرتك يعني الاجراءات القانونيه، انت يعني تمت الاجراءات القانونيه وتم حبس المتهمين اللي القوا البنزين على حضرتك ولا ايه اللي تم؟ ايوه تم حبسهم فعلا. تم حبسهم يعني باحكام ولا على ذمه؟ لا على ذمه القضيه وفي الدين. طب يعني حضرتك استاذ ناجي، يا استاذ ناجي تؤمرنا يعني احنا معاك في اي حاجه. أنا أول مرة يعني أسمع عن الواقعة، يعني واقعة غريبة وما سمعتش عنها قبل كده، إنما إحنا معاك النقيب والأعضاء المجلس النقابة العامة، وهنكلف برضه النقابة الفرعية بمتابعة الموضوع. أنا مش عارف إن حضرتك متابع مع النقابة الفرعية وأعضاء المجلس. هو النقابة الفرعية طبعا، أنا نفسي النقيب هو اللي يتابع. نعم؟ هو عايز النقيب هو اللي يتابع. استاذ سامح عاشور ان شاء الله حاضر، يعني هبقى اسيب لحضرتك الرقم بتاعي تكلمني واخد البيانات واعرضها على السيد النقيب، وهنتواصل مع حضرتك، واي دعم انت محتاجه في اي حاجه احنا معاك ان شاء الله. شكرا. سؤال يا استاذ ناجي، حضرتك دلوقتي ماشي في الاجراءات القانونيه والموضوع قيد التحقيق صح كده؟ تم القبض عليهم. تمام. تم القبض عليهم. تمام. شكرا يا استاذ ناجي، شكرا ليك. دي حاله طبعا من افظع حالات العنف في المجتمع المصري. هو كان بيحاول ينقذ ولد صغير من ناس بيضربوه، فالناس دول جابوا بنزين ودلقوه على جسمه وشوهوه بالمنظر. من الجرائم اللي القانون شدد في العقوبه فيها اللي هي جرائم الحرق وجرائم اللي يعني عن طريق السم او يعني بنحط السم لاي حد، فدي ظروف مشدده، فتصل برضو العقوبات فيها للسجن المؤبد مدى الحياه. فطبعا الموقف صعب، واحنا وصلنا لحاله غريبه في المجتمع المصري باللي بنشوفه، ومن تصرف يعني محامي بيتصرف بتلقائيه. طبعا موقف بطولي بنحييه عليه، ده حاول ينقذ طفل من براثن ربنا المجرمين. يعني يجعله في ميزان حسناته وربنا يشفيه، واحنا هنكون معاه ان شاء الله النقابه النقيب العام والمجلس وكلنا ان شاء الله هنتواصل. النقابه العامه تقدر تعمل ايه الاستاذ ناجي؟ تقدر تساعده ازاي؟ اشكال مساعده؟ لا يعني احنا كنقابه بنساعد لو هو في الناحيه الاجراءات اللي بتتم هنكون معاه، من ناحيه علاجه لو هو يعني بيجدد الاشتراكات معانا ومشترك في العلاج، او في حاله زي دي حاله طارئه حتى لو مش مشترك في العلاج، النقابه بتساعد انها بتعالجه وبتساهم معاه بنسبه كبيره في علاجه. لا بنقف جنب الزملاء في كل حاجه، في العلاج، في مشكلاتهم، في خدماتهم، في تكريم ابنائهم. لا النقابه الحمد لله لها دور كبير، وان شاء الله هيكون القادم افضل يعني للكل. طيب يعني في ظل الظروف اللي احنا شايفينها دي، ملابسات كتيرة بتحصل مع المحامين في الشارع المصري سواء من الاهالي العاديين او من حد داخل المنظومه الامنيه، يعني حضرتك شايف كيف يتم عمل مظله لحمايتهم في ظل هذه الاجواء؟ اهم حاجه ان احنا نشر الوعي والثقافه القانونيه في المجتمع المصري، وكمان وصلت ان حتى اللي بينفذوا القانون يعني لازم يكون عندنا ثقافه التعامل بالقانون، لازم يكون عندنا ثقافه الاحترام للمواطن، ان احنا نتعامل بالقانون، ما فيش حاجه اسمها تعامل بالايد او تعامل بالقوه. الوقت ده انتهى والزمن ده انتهى والبلد
قامت فيها ثورتين واحنا في عصر تطور ومتابعه كل الدول. بس انا حضرتك معانا اتصال تاني استاذ محمد حسن. الو الو استاذ محمد ازيك؟ اهلا وسهلا. احكي لي ايه مشكلتك مع رعب؟ الو استاذ محمد سامعني؟ الو سامعني استاذ محمد؟ الو سامع حضرتك سامع. اتفضل احكي لي ايه مشكلتك مع العنف؟ والله مشكلتي ان انا عندي مشكله برضك في البيت عندي عندي الست ما بتسمعش كلام وعامله مشاكل عندي ومبهدله الدنيا. يعني انت مشكلتك في العنف مع المدام؟ ايه؟ مشكلتك في العنف مع المدام؟ ايوه المشكله مع المدام ولحد الان انا ما شفتش عيالي. والاهل كمان غلطه فيهم غلط كبير ومفيش اي مشكله ولا حلول والعيال لحد الان انا ما شفتهمش بقالي 3 شهور واربع شهور. طب معلش براحه بس وحضرتك منفصل عنها ولا هي على ذمتك؟ لا انا بيني وبين ربنا بنطلقها بس هي لحد الان مش مقتنعه بالطلاق. يعني هي رسميه على ذمتك مش بتشوف الاولاد؟ يا استاذ محمد هي رسمي دلوقتي على ذمتك وانت مش بتشوف الاولاد؟ لا انا هي على ذمتي بس ما بشوفش الاولاد لحد الان على ذمتي وهي عند والدتها لحد الان ومشاكل وجايبين الشرطه والدنيا حتى في الناس في المنطقه عينين الموضوع ده خلصان وهي ما زالت برضك مستمره في الغلط مع اهلي ومع والدتي ومع والدي. بس شايفه ان دي خلافات يعني عائليه ما فيهاش عنف بالدرجه يعني؟ لا فيها عنف. ما الست دي تعور ايديها وتروح تشتكي جوزها من غير سبب وهي كمان في الشغل تبقى ده عنف. استاذ محمد المدام عورتك؟ واحده معايا، المدام عورتك؟ لا هي عورت نفسها واشتكت يا فندم. عورت نفسها لكن ما ضربتكش انت؟ لا انا ما عملتش عنف ولا حاجه، هي بالعكس هي اللي بتبتدي بالعنف. ما هو العنف هو بتاثر على سلبيه العيل بعد كده. تمام، يعني دلوقتي هي عورت نفسها وراحت اشتكت في الاسم ان انت اللي ضربتها. ايوه يا فندم واحد اشتكت وعورت نفسها واشتكت اختي ومبهدله ابويا ومبهدله في الشارع يعني اهلي ما رضيش ربنا. لكن انا عايز الاستاذ المحامي بس بس يقول لها قانوني قرار قانوني. طب معلش معلش ثانيه واحده، هي ما مارستش العنف عليك يعني هي ما ضربتكش؟ لا اوكي مشاكل هي بس حرمات من الاولاد صح كده؟ لا هي حرمانه من الاولاد وقاعدين بتعور نفسها وتقول انا عوضتها يعني هي بتعور نفسها وبتقول انا عوضتها. حاضر يا استاذ محمد شكرا جدا شكرا ليك. محمد مراته حرمان من ان هو يشوف الاولاد وكل شويه بتيجي تتخانق مع، طبعا دي روايه محمد ما سمعناش روايه الزوجه. حرمان من الاولاد وكل شويه تيجي تعمل مشاكل مع اهله وتتخانق مع مامته وتتخانق معاه وتشتكي في الاقسام، ده ايه الاجراء القانوني المفروض يتاخذه؟ هو بالنسبة لحالة محمد دي حالة خلافات أسرية بتحصل في يعني في كتير من الأسر. الخلافات دي لازم محمد يبقى في يعني في نقطة غايبة في الموضوع، مراته مش قاعدة معاه مش منفصل رسمي، هو قدامه حلول كتيرة. الأول ينذر مراته بالطاعة لو هي سايبة البيت عشان ترجع له، لو ما رجعتش هتبقى ناشز وتسقط على الحضانة. هو بيقول سايبه البيت وحرمان يشوف الاولاد. بالظبط، ما هو سايبه البيت دي سايبه البيت دي شرعا لا يجوز ان المراه تترك بيت زوجها كده بدون اذنه. فهو من حقه ينذرها بالطاعه، وفي حاله عدم امتثالها للطاعه تكون ناشز وتسقط عنها كافه حقوقها من حضانه، وهو ليه حق انه يحتفظ بالاولاد. انما الاجراءات بالطريقه اللي هو بيقول عليها دي في حاجه غريبه، وبيقول منفصلين ومش ومفيش انفصال رسمي. هو لو محتاج اي حاجه برضه يتواصل معانا ونتابع له الخطوات القانونيه ونشوف موقفه القانوني بالظبط. تمام. الحقيقه اعزائي المشاهدين نماذج ونماذج من العنف في المجتمع المصري بتقابلنا كتير، واحنا حاولنا المره دي اننا ما نتناولش هذه القضيه بشكل نظري من تحليلات افتراضيه او نظريات نظريه، الحقيقه احنا حاولنا نجيب حالات من الواقع وندور على حلول قانونيه ليها. شكرا ليكم، دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر الضيف اللي كان منورني في الاستوديو النهارده استاذ عيسى ابو عيسى عضو النقابه العامه لمحاميين مصر، وبشكركم اعزائي المشاهدين والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.